وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فبادئ ببدء أشكر إخواني في هذه الجمعية المباركة على ما يبذلونه من جهد جهيد في سبيل تعليم الناس ونشر هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كلمتي ومداخلتي ستكون مختصرة بإذن الله تعالى لضيق الوقت. فالكلام عن علماء الجزائر وعن مشايخها كلام ذو شجون، ولقد أعجب بعض العلماء أو بعض الكتاب علماء الجزائر فكتب كتابا سماه معجب علماء الجزائر، أقصد عادل نويهر اللبناني كتب عن علماء الجزائر. فرنسا عليها من الله ما تستحق، أردت أن تطمس هذا العلم وأن تقضي على هذا الفكر وأن تطمس هوية هذا الشعب. ولذلك قتلت العلماء، ففرنسا قتلت 10,000 عالم، 10,000 عالم قتلوا في هذا البلد، وأصبح الناس لا يعرفون تاريخهم ولا علماءهم. بل أرادت فرنسا من وراء هذا العمل تجهيل هذا الشعب. فعليكم أن تعلموا أولا أن الذين سكنوا هذا البلد الطيب أهل الجزائر منهم الأشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأدارسة، منهم المحمديون ومنهم غيرهم ممن دخل هذا البلد واستوطن في هذه المنطقة، فدخلوا هذا الغرب الجزائري وسكنوا هنالك وبقت ذريتهم. وقد كتب بعضهم كالشيخ العشماوي رحمه الله كتاب سماه السلسلة الصفية، تكلم فيه عن أنساب الأشراف في منطقة معسكر وغليزاد وتيهرت نزول إلى الصحراء ثم الوسط ثم الشرق. فعلى الناس أن يعرفوا هذا أولا. وكذا من أبناء الصحابة كالجعافرة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، فمن ذرية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن ذرية عثمان بن عفان الشيخ عبد الرحمن الجيلاني رحمه الله تعالى، جده سيدي سعيد أبو سباح حجات مدفوف البليدة، وكذا غيرهم كثير كثير. فمعرفة هذا العلم ومعرفة أبناء الصحابة الذين سكنوا في هذا البلد، الأمير عبد القادر بالمناسبة وإدريس الشريف حسني، وكذا الشيخ بن التهامي والبكار بن هاشمي العالم الكبير مع الصقري، هؤلاء كلهم علماء جمعوا بين الشرف والعلم. فعلينا أن نعرف هذا أولا. فإذا عرفنا هذا رجعنا إلى أصولنا، وعلمنا بأن أجدادنا الذين جاءوا فاتحين لهذه البلاد تركوا لنا أمانة عظيمة علينا أن نقوم بها. فلقد خرج عام 460 شاب جزائري، أبو البركات يوسف البربري، خرج من بلده وانتقل وذهب إلى جزر المالديف. وجد الناس هنالك يعبدون شيطانا يقدمونه قربانا، فتعجب من ذلك. ووقعت القرعة على بنت وجد أمها تبكي، فقال أنا لها، فتذكر في صورتها البنت وأخذوه حتى يضعه في كوخ على شاطئ نهر يأتي العفريت ليلتهمه أو كما يسمونه، وبات ليلته يقرأ القرآن ويصلي لله عز وجل. فلما كان الصباح وجاءوا لم يجدوا شيئا، فأخذوه وسألوه عن حاله فأخبره، فأسلم أهل المالديف، أسلم ملكهم وأسلم شعبهم، وكتبوا هذا أن جزر المالديف أسلمت في 23 من جمادى الثانية عام 63 و400 على يد أبي يوسف أو البركات يوسف البربري. وقد دون هذا ابن بطوطة في الرحلة عندما رحل ودخل جزر المالديف واعتاد القضاء هنالك، وجد الناس على الإسلام فسأله فعرف قصة هذا الرجل الذي لا يعرفه كثير من شبابه. فهذا جدكم الأول هو الذي أدخل الإسلام في جزر المالديف. وكذلك في ترجمة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيري رحمه الله، الإمام العالم العلامة
الذي نشأ في تلمسان حاضر في العلم والعلماء، ثم انتقل إلى الشيخ عبد الرحمن الثعالبي أبو زيد وقرأ عليه وزوجه ابنته، وكان فيه شدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخرج حتى وصل إلى منطقة وات، أعني منطقة رجال وأضرار. فلما وصل إلى هذه المنطقة وجد اليهود قد استوطنوا هنالك، واليهود إنما جاءوا إلى هذه البلدة بعد سقوط الأندلس، وكذلك جدهم إبراهيم هذا الذي شاف ابنة السلطان ملك تلمسان. فلما دخلوا هنالك واستوطنوا تلمسان وأكثروا من الفساد، استفتى حاكم تلمسان الحافظ الورشد في نفيهم فنفاهم في منطقة توات. وهذا ما ذكره الإمام أبو العباس أحمد بن الشريسي في كتابه المعيار المعرب في فتاوى إفريقيا والأندلس والمغرب، فنفاهم إلى هنالك فأكثر هناك الفساد وتمردوا. بل ذكر شيخنا الإمام العلامة محمد بيب العالم رحمه الله في محاضرة له بأنهم حتى أنهم سحروا النار، فكان المسلم إذا أراد أن يشعل النار يشتري هذه النار من اليهودي. فلما دخل الشيخ المغيري إلى هذه المنطقة وجد أهل الحال وأرادوا بناء البيع، حكم فيهم بأنهم عليهم، حكم فيهم بماذا؟ بالنفي وبالإخراج من منطقة توات. خالفه إمام عالم آخر من الغرب الجزائري وهو شريف، الإمام العصموني رحمه الله تعالى، وهو حسيني شريف، وكان قاضي الجماعة، إمام علم. ووقع الخلاف في مسألة عظيمة حادثة العصر في توات، وأفتى علماء القيروان وعلماء فاس وعلماء القرويين وعلماء تلس الشيخ عبد الجليل التنيزي وغيرهم، كتبوا في هذه المسائل وراسلوا العالمين الجليلين، فمنهم من وافق الشيخ المغيري هو أكثرهم، وعلى رأسهم الكنتيين، الكنتيين الذين لهم السبق والدعوة في منطقة الصحراء من ذرية عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. فوقعت المعركة وأجلي اليهود، وما زال الشيخ المغيري يمشي وينشر دين الله عز وجل حتى وصل مدينة قار وبنى مسجده بالحطب هنالك، وأما الناس ودعا السكان في النيجر إلى الإسلام فأسلموا، وكتب كتابه في السياسة الشرعية، وراسل الإمام السيوطي وبينه مناظرات بين الإمام السيوطي والإمام محمد بن عبد الكريم المغيري. فهذا التاريخ الحافل بالعلماء. أما عن معسكر فماذا أذكر وماذا أترك؟ فعلماؤها كثر، وعلى رأسهم الإمام مصطفى الرماسي، هذا الإمام العالم الكبير الذي كنا نقرأ كتاب الحطاب على خليل ونجد أنه قال طفى، فكنت أتعجب من هذا الطفى، فسألت شيخنا الإمام العلامة الشيخ الطائي عجاد حفظه الله من طفى، فقال يا بني هذا مصطفى الرماسي المعسكري العالم الكبير، وكان مرجعا في الخلاف يرجع إليه في الخلاف بين المذاهب، وكتابه ليوم الناس هذا مخطوط على الشيخ خليل. نذكر كذلك الإمام أبو راس الناصر المعسكري الشريف الجليلي الحسن الإدريسي رحمه الله. هذا الإمام أبو راس المولود عام 50 و700 و1000 في الناصر، ولعلها تكون جهة ود الطاغية هكذا، نعم حتى صحيح وليها أدرى بها. هذا الإمام جده العاشر عبد الجليل هاجر من دنزرت من تونس لما مات سلطانها، لما أجبره على القضاء فهاجر جده واستوطن هذه المنطقة وتوارث العلم هكذا. فهذا الإمام أبو راس الناصر المعسكري تربى في وادي الطاغية وقرأ على أبيه، ثم قرأ في مازونة على الشيخ عبد القادر المشرفي وغير من العلماء الشرفي، ونبغى الشرفي المشرفي الشرفي ومشرفي المشرفي كذلك لعله تصحيح صحيح بارك الله فيك، لأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال. فقرأ عليه ثم ارتقل إلى كذلك إلى مصر والتقى مع مرتضى الزبيدي الإمام العالم الكبير، قرأ عليه المسانيد والأحاديث وجمع العلم الغزير،
هذا الإمام لا يعرف في الجزائر من كتب أكثر منه، هكذا قالوا، لا يوجد من كتب أكثر منه، قال إلا البوني فقد يقاربه، الإمام البوني العنابي. هذا أبو نصر الناصري المعسكري كتب في كل شيء، كتب في كل شيء وشرح كل شيء، وتراثه مليء بالعلم. وكان من صفته رحمه الله أنه يفتي بالمذاهب الأربعة. وعليكم أن تتعجبوا، في ذاك العصر عالم يتكلم بالمذاهب الأربعة ويفتي بالمذاهب الأربعة في وقت الأتراك.